احنا عرفنا فصلك في جريد 3 ان انتي اسمك عطيات مش تيتو، وان انتي كمان فنانة. سلمى الشيمي كل الناس عارفة الحكاية بتاعتي، اول ما عملتنا ضدها كده وظهرتنا باللبس الفرعوني وداتت وقالت انا كنت لابسة لبس محتشم، مع انك يعني اللبس اللي انت كنت لابساه مش عارف هم الفراعنة كانوا هيلبسوه، عشان هقول لك ايه يعني كانوا ده معها يعبدوا ايه، بس انت مش عارف هتعبد نفس الاله بتاعهم ولا هتعبد ايه. وبعدين عدت دي حاليا انت شغاله كل مالك ما هتقلع 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 وعماله تطلي علينا، وانت كل شويه هتقلع 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 ايه. الحر عندكم انت زايد زياده عن اللزوم، يعني ما مش مستحملين اللبس بتاعكم، ان شاء الله في جهنم هتبقوا من غير اللبس بتاعي. يا سلمى يا شيمي بصراحه اللقب اللي خدتيه انا بسكف للي طلعه لك، يعني اله النداسي، ف اللي قال اله النداسه فعلا ما كدبش، فانت اله النداسي، ها داك القرف.